حساب الطماطم ماشي مستمر تقريبا متر ونص، ثم بدأ بالارتفاع. واضح؟ علشان اكسب مسافه اكثر واستفيد من الثمار. ايضا شوفوا كميه الدفع ما شاء الله، يعني كميه عاليه. ايضا لو يوجد هناك اهتمام راح تكون اكثر. ايضا هذا طماطم شيري جاهز للاكل. في عده تجارب وعده اعمال، انا يهمني ان تستفيدون في الدوره حقيقه. ايضا من الامراض اللي احنا ممكن نتكلم عنها اللي هي عفان الجذور، قلنا انها تبدا من الاسفل ثم تبدا بالارتفاع الاعلى. واضح؟ البيت المحمي هذا عندي هي يعتبر زي المدرسه للتطبيق، في كل شيء علشان القناه، علشان المتابعين. فيها ايضا تجارب، من التجارب ايضا اللي احنا عملناها اللي هو طماطم الشيري هذا، لو تراجعون في اليوتيوب راح تجدون انه الفرع هذا كان طوله تقريبا 10 سم، شايفين شكله هي كبرها كانت 10 سم تمام، ومغروس الفرع الابطي في شكل الطماطم، عفوا في شكل بطاطس. هذه شكل اساس البطاطس، قصينا السايق حقنا لكن دخلنا فيه اللي هو ساق او الفرع الابطي للطماطم، وحتى مربوطه بطريقه بدائيه بلاصق. اي تستخدمها مره ثانيه ما فيها. طيب والصينيه نفسها ما قصر فيها مره ثانيه؟ الا خلاص الان هذه مجرد توصل 21 يوم نسحب الشتلات ونوديها الاحواض الدائمه. طيب لو كان هذا فيها مثلا مرض او شيء وزرعت في ثاني مره فيه؟ راح نجي للتعقيم. احسن. طيب اعداد احنا قلنا توفير الوسط الزراعي المناسب توالدها ولا وين تحصل المشكله؟ لما تزرع طماطم وخيار ما عندك مشكله، هذا طماطم هذا خيار. لكن لما تزرع وانت تتعامل مع الناس مثل انا احيانا ابيع الشتلات على الاخوان والاخوات الكلمات، لما ابغى ابيع الشتله ازرع طماطم شيء وازرع طماطم عادي. الطماطم العادي هذا فيه يمكن 50 شريحة، يقول لك مثلا الزبون ابغى طماطم نيوتن، ابغى طماطم كواريزمي، بلاستيك سعرها 5 ريال في محلات في شارع سلام، وانتم تحصلون عليها من هنا. طيب ما هو الفرق بين الفلين وبين البلاستيك؟ يعني لما اجي ازرع انا هنا انت تبدا تراعي احتياجك، قلنا انه تختار الصينيات المناسبة. ما هي الصينية المناسبة لك؟ ارتفاع العين في الصينية أمر مهم جدا. واضح؟ هذه الفتحات تسمى عيون. كل عين من العيون هذه تلاحظين انه ارتفاعها اللي هو المنطقة اللي هنا، واضح؟ المنطقة اللي في الأسفل هذه هي ارتفاع العين. في عيون وبعض المبتدئين ممكن يرجع لهذا الامر، يجد صينيه زي هذه فيها 54، يعتبر انه ذكاء، يقول لا اخذ صينيه ب 5 ريال بس فيها 280 عين. واضح؟ الاعداد اكبر. لكن العيون صغيره ويضع فيها البذره، ثم يعني لما تجي مساله النقل الجذور لها مسافه تمشي فيها، يجب ان تاخذ مسافه معينه. العيون الصغيرة ما تخدمك، لكن العين الكبيرة سواء بالفتحة أو بالعمق هي المفيدة لك. هذا أمر مهم جدا. أيضا المسافة بين الشتلة والثانية، الشتلات لما تبدأ تنمو تبدأ تفرد أوراق يمين ويسار وبعضها في الاتجاهات الأربع. فالمسافة بين العين هذه والعين هذه شايفين؟ في مسافة. واضح؟ هنا الثانية ما فيها مسافة. هنا ما يوجد مسافة متقاربة مع بعض. أيضا إمكانية الكتابة على الصينية، لما تيجي تبغى تكتب على الصينية تحضر لاصق زي هذا تمام، نفك اللاصق ونضعه على طرف الصينية من هنا ونبدأ بتسجيل المعلومات ولا تعتمد على الذاكرة إطلاقا.